مش رفقة تروحوا عند صالح قحطاني يقولوا لها سعيد يقول لك انا جاهز بسرعة. ايوه جت. هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يلا حيهم. هلا هلا صالحة حالك يا وعبير. يا سيد؟ هلا والله، يا هلا والله، كيف الحال؟ طيبين؟ والله بخير، الله الله يسلمك. يديمه الله يديمه. شو معكم رابع اخبارك؟ ولا نشوف؟ اللي ودك غرب الله يغرب عليك يا المسرور. طيب نلعب مع الغلة ذيك حقتنا البارح. يلا ارحب يا عضيد، يرحب. ارحب يا ضلعي، ارحب يا ارحب يا ريم. يا هلا هلا يا ريم. آه تجمع البراطم. الله يحيي، كيف حالكم؟ الله بخير الله يسلمك. شك براطم انت. ترى هذه طبيعي تربان. حتى فرعون قال ان ربكم الاعلى. والله ما حد لا لا خلي هذا طبيعي. الكذاب الفاضي هذا طبيعي يا جماعه، مو معقول. صالحه انت سويتي فلان؟ لا هو ما ادري. انا وعبير، انا وعبير وصالحه وسلحفه. حط جلوس انا بس يا جماعه. وش حطيتي؟ يا جماعه الموضوع جلوس. واضح يا اخوان، ما يبغى لنا فلفسه. ها الموضوع واضح. جلوس يا جماعه ينفع. ايش كفايه صحه يا بدون فلار بدون شيء. الله يسلمك. والله لا كان علمتيني انا اعطيك طريقه تنفخ بها برطمك. اهم شيء لا تحكمني شيء. شو اسمه الحكم الاول؟ تشفطين برطمك بالمكنسه دقيقتين والمحيه ما ينتفخ من حاله. ظل لك انها لستك دراجه. ايه الحكم الثاني؟ بخشمك تشغلين المكيف، الزر حق المكيف تشغلينه وتطفينه 10 مرات بخنفورك. حرام عليك، يقولون منتشر لك مقطع وانت تغني. اوه ماي جاد، عجل انت. ايش كنا؟ هذا انا مشرفات. انا صالحه يسموني وجه الخير. اي والله مشرفات. وش اسمه؟ فانا على طول جيت مشرفات. وش اسمه؟ جيت انا وبس. لبى ابوك يا انت وبس. لبى ابوك يا انت وبس. الله يجعلك في الوجود يا حبيبي، وافي ومجمل. هلا يا محمد. الحكم الثاني يا وش اسمك ريم؟ ارحب اصور. هلا هلا. الحكم اروح الثاني. اجيب الاحكام واجيب. انت تحكين جبهتك شويه، تحكين خنافك، تحكين انت جربان. انا فيني حساسيه في الوجه، فيني حساسية بوجهي. ها عليك بالقطران، القطران طيب. انا حتى ما اقدر احط فونديشن ولا كونسيلر ولا كذا، لان كلها فيني حساسية هنا في خشمي، هنا بجبهتي. اه ادعكي وجهك من القلاحة. حلوين كذا سبحان الله. ادعكي ادعكي وجهك. ارحب يا غمدون، تمد من زاد يا عين اختك. شكرا. لحظة والله غش انتو عبير، كان واحد جنبي واحد مع صالحة. ولا مو معقول يعني نخسر انا وصالحة مع بعض، لازم احد. صالحة ترى قوية يا ريم، مالك. اي مرة عندك القوية. الله سبحانه وتعالى. سعيدو لبيك يا صوت دعاني. ما تلاحظ انك ما سلمت علي؟ انا مخليك يا اخر شيء بعدين عشان اخذ راحتي في الهروج. اخذ راحتنا في. اوكي هذا نظامك. الله يسعدك. هل تدرين ان انت يا صالحة تشبهين سعيد؟ في بينكم شبه. هو يقلدني ترى. البارحة والله اني نمت على بس. هل صالحة من ضلع سعيد؟ كيف بالله ما تقرين الاسماء؟ يعني هل صالحة يمكن تصير زوجة سعيد؟ لا 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 لا. الله يلعنك يا ورب الكعبة، جبت اللي في خاطري قسما بالله. جبت السؤال كان يتمناه سعيد من زمان. يا عبي ارحب يا الشمري. ريم اليوم شكلها شاربة سنتوب مخمج، افلح تاريخه.
ما قلت ما يقرا كرتها حتى والله العظيم مش دارج معك علاش ضيم يا بنت ما انت طبيعيه ما انت طبيعيه اليوم علاش ضيم عشان ما اعرف اسولف ولا ملايين يا الانيق ولا جبت يعني هل من الممكن نشوف صالحة تتجوز سعيد ليش في زواج ترى يعني ترى قسمه الهروج غلقت يعني الهروج غلقت أنا ما حد ضحك أنت لاقي أحلى وجمل وأنت لاقي أحلى من صالحة والله ما في تيار الله يكتبها يا رب الله يكتبها قول بسامين أنت مين سلطك علي اليوم أنت شيك ورب كعبة يا صالحة صالحة ورب البيت إنها محرشة إيه ورب البيت إنها محرشة يا بنت خلاص أسفة والله ها بس كت أنا إذا سكت ما إذا ما تبوني أسكت بس أنت عميلة مندسة أنت عميلة مندسة لا والله بس سبحان الله شفت الشبه بينكم طيب أي اثنين يشبهون بعض لازم يتزوجون بعض مفروض يقولون هم لعيب تجوزي يا بغيت أجيب العيد أوكي طيب أيوة يقولون دايم اللي تتزوج زوج يشبهها ما تنفصل منه ترى هاي ترى الجنوبيين تراهم نصهم نفس الشكل ترى احنا نفس المواصفات ورب الكعبة احنا نفس المواصفات ترى نتشابه كلنا صادقة عشان كده اسمعوا انا فشت والله يا عبير هلا احكمي هنا تنتين اصلخيها يا عبير تكفين بردي لا انا اشوف ريم تناسب عواس اكثر شيء تشبه له ايوه مين عواس هذاك اللي بنية ولد ما بداني اتكلم يلا احكميني عبيري حبيبتي احكميني سمي تكتبين في البايو ايه لمدة يومين سعيد قفل ملفي كفو عليك ابشري صالحة ما تبين اكتب سعيد بيخطب فلانة والله يعطيك وربك علينا محرش ورب البيت انا محرش اكتبين هذي والله انا عليها ضيق قسم بالله اني انكرتها يا سيد صالحة تكتبين في البايو سعيد زايد قلب زايد خاتم شكينا من احمد جاله ولد زايد حمامة انا بحكم ريم يا عبير بعد اذنك يلا احكم ريم الحكم الاول شغل الكاميرا خلفيه ورينا غرفتك يا معفستك فين كلنا معفسين ما عليه منك لا ما اقدر والله هذه احكامي الحكم الثاني تجيبين فلفل تكسرينا بالنص تحامرين برطمك ايه حمري برطمك عشان تعرفين بعدين كيف ايوه خلي يتنفخ ضيعه حلا خلي ينتفخ حمري كانها لستك الدراج قومي طيب والثالث الحكم الثالث اجيب الملاك وش عنده غرب خلاص بكتب سعيد قفل ملفي والله لا ما حكمتك انا الحكم الثالث تروحين تجيب لك حبتين مرقه ماجي تلجغينها جوله كامله لا الله يخليك وش ماجي انا اصلا اصوم صيام متقطع زايد وزني انا ابوك انا امك ما أحمر أنا دكتورك تشكي لي ليش تشكي لي قومي ما علي منك صومين تفطرين ما علي منك صليين ما تصليين ما علي منك قومي لفي الحكم فلفل أجيب بعد فلفل ولا عاد ورينا غرفتك ولا بهواك ما أقدر أوريك غرفتي كلنا معفسة غرفنا عادي كلنا عادي خلاص بكتب اللي قالت لي عبير شو انت تخطى عبير انت خلاص يلا لف لي حكم عبير تعوذي من الشيطان اجيب ملاك اجيب مستأجرين طيب انت اسمه مأذون ما هو ملاك هذا واحد يمتلك ملاك مستأجرين مقاولين فهمتي اهم شيء فهمت انا شنو بجيب مثل امي في شيري الله يسعدكم بالخير والله انا مستانسه اليوم ونستوني انتوا امس اسنابي في البايو يا ريم يعني انت مستانسه ونسناك امس تنكدين علينا انت اليوم
بالعكس انا قاعده اضحككم. هي هذه الدنيا صالحه، خيرا تعمل ضفعه تلقى. والله العظيم امانه صالحه، ما استانستي ما ضحكتك؟ لا ما ضحكتني امانه. هاي خلاص، هاي انا الحين خلاص. مع السلامه، اشوفكم على خير. الله معك. اسفه صالحه. إن الله بين يدي هالبث اليوم. هذه احترقت هذه ولا؟ إن الله بين يدي. إن الله بين يديه. أنت تشوف يا أبي؟ تشوف أنت؟ إن الله بين يديه. استغفر الله العظيم. فدا 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 يا رجال فدا. هلا